زوجي يعمل بالدهان وتتلطخ يداه مهما حاول تنظيفها، تبقى ما حكم صلاتي واغتسالي ووضوئي؟ زوجي يعمل بالدهان وتتلطخ يداه مهما حاول تنظيفها، تبقى ما حكم صلاته واغتساله ووضوئه؟ صلاته واغتساله ووضوئه. وليعمل بها يعني باقي أثر الدهان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اغسل قدر استطاعتك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.